تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر النهارده ومحمد هاني قالوا ايه قبل هذه المواجهه الكبيره ونرجع نكمل كلامنا. Sehr gut reagiert, ist ruhig geblieben und hat dementsprechend dann die Siege eingefahren, die notwendig waren, dass wir jetzt morgen in diesem Finale stehen. احنا استعدينا كويس جدا للمباراه من وجهه نظري، قدرت ان انا اتفرج على مباريات للمنافس واقدر ان انا احط ايدي على بعض نقاط القوه والضعف. جهزنا كويس لمباراه سعداء بالتواجد في النهائي. طبعا اللي متابع الفريق شاف ان احنا في مرحله المجموعات كان في مرحله بعض الناس تشككت ان احنا هنكمل بسبب بعض النتائج، لكن الحمد لله الفرقه فضلت هاديه وقدرت انها تظهر رد فعل كبير جدا، قدرت انها تحصد الفوز ورا الثاني عشان نقدر ان احنا نتاهل ونوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا بنلعب نهائي دوري الابطال. Schlussendlich wird man dann morgen sehen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. بالتاكيد الشناوي لعيب مهم، لكن الاصابات جزء من كره القدم وهي المره دي جت في الشناوي، لكن احنا عندنا قائمه كبيره بنثق في كل لاعب بيرتدي في نادي النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره 100% في كل لعيب عندنا حد هيلعب بكره، وهنشوف ده ان شاء الله بكره مدى تعاملنا مع الموقف ده هيظهر بكره في المباراه. Unser Gegner hat auch genügend Spieler mitgenommen, mit dabei, dass sie dann dementsprechend auch Ersatz mit dabei haben. سمعت الخبر فعلا ان هو تم نقله لمستشفى العمل عملية الزائدة، بتمنى له الشفاء العاجل وان هو يقوم بالسلامة ان شاء الله. بالنسبة للخبر هل أثر على التحضير؟ لا خالص، لأن الوداد فرقة كبيرة، فرقة عندها مجموعة لعيبة كلها كبيرة وكلها لعيبة ممتازة، فبالتالي أكيد المدرب جاي بقائمة كبيرة يقدر يعوض أي لاعب، وما فيش يعني فريق الوداد مش اللاعب مش الفريق اللي بيقف على لاعب واحد. Aber wenn man nach vorne schaut, ist das dementsprechend oder aus meiner Sicht besser und versucht dann das Gute umzusetzen. مش من الناس اللي بتؤمن او بالنظر دايما في الماضي او ان انا اقعد ابص على الماضي واتاثر بالماضي، الماضي حصل وما عنديش قدره على التاثير عليه، التاثير ان انا للمستقبل. احنا دلوقتي الحمد لله فرقتنا ماشيه كويس جدا، اتطورت كتير جدا عن اول الموسم، ماشيين في الدوري كويس، ماشيين في افريقيا، تاهلنا برضو بنتائج كبيره، فاحنا عندنا ثقه في نفسنا ان شاء الله وعندنا ثقه في امكانياتنا ان احنا نلعب مباراه كبيره، ما بنبصش ابدا ان احنا للماضي وما بنتاثرش باللي حصل قبل كده، لان المفروض دايما ابص لقدام. الماضي كان فيه مدرب مختلف، كان فيه ظروف مختلفه، كان فيه نهائي مباراه واحده بس في ارض الخصم مش مباراتين زي النهائي ده. طبعا برضه دي بالنسبه لي تجربه جديده ان انا العب نهائي ماتشين، دايما انا متعود في اوروبا بيبقى النتيجه ان النهائي بيبقى ماتش واحد بس، لكن اول مره بشوف نهائي ماتشين، فالمعطيات مختلفه تماما عن الماتشات السنتين اللي فاتوا واللعيبه عارفه ده كويس، وبالتالي احنا بنبص دايما لقدام ان احنا نحاول نعمل كل اللي عندنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله السنه دي. Aber wir werden alles tun, um ja, das, zumindest also versuchen zu Hause da Tore zu schießen, damit wir mit einem Vorsprung nach Marokko reisen können. هو طبعا اول ما يبقى في ماتش ذهاب وعوده، الماتش الاول دايما بتحاول وعلى ارضك بتحاول، اهم حاجه ان انت ما تخشش فيك اهداف، لكن بتحاول تجيب اكبر عدد ممكن من الاهداف واللي الخصم بيسمح بيه. احنا هنلاعب خصم كبير، يعني فريق منافس قوي جدا، الوداد فريق اظهر قوه كبيره جدا قدام سان داونز، قوه دفاعيه، وان هو عنده صلابه دفاعيه، عمل ماتش كبير قوي قدام سان داونز، فبالتالي الماتش هيبقى صعب جدا، نهائي صعب، هنحاول طبعا قدر الامكان نعمل كل اللي عندنا عشان نحقق نتيجه مريحه تريحنا في ماتش العوده. كله عارف اهميه الماتش واهميه المرحله اللي احنا فيها، اعتقد السنه دي احنا ماشيين بشكل كويس وكله مركز في شغله، وهو ده المهم، يعني هو ده اللي بيلم الفرقه وهو ده اللي بيخلينا مجموعه واحده. احنا شغالين وزي ما قلت لك احنا محضرين للماتش كويس قوي، و بس يعني احنا محضرين لماتشنا ومركزين فيه، والنتيجه طبعا بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، انت بتعمل عليك وبتشتغل والباقي بتاع ربنا. لا يعني احنا بالنسبه لنا ما كناش مركزين هنلاعب مين في النهائي، انت كان كل تركيزك ان انت تعدي نص النهائي وتوصل للنهائي، وبعد كده بتحضر للفرقه اللي انت هتلاعبها، ما كانتش هتفرق معانا سان داونز او الوداد، انت كنت هتحضر للفرقه دي وهتحضر للفرقه دي، واحنا يعني الوداد هي اللي صعدت في النهائي فانت حضرت لها واشتغلنا على ده. بس ايا كان اللي موجود، يعني احنا بنوصل النهائي كل سنه بمجموعه مختلفه، يعني
معنى كده ان النادي الاهلي هو الكيان الكبير، وهو اللي بيضم اللعيبه كويسه دايما، ايا كان مين اللي كان موجود السنه اللي فاتت او مين اللي موجود السنه دي او مين موجود السنه الجايه. هو السيستم واحد والشغل واحد، وانت بتحاول تحقق بطولات وتحاول توصل للنهائيات على قد ما تقدر. جمهور الاهلي لما بيبقى في ظهرنا ودايما داعم لينا، ده بيديك باور وبيديك طاقه رهيبه ان انت تأدي بدل 100% 200% يعني من مستواك. فاعتقد ان الفتره اللي فاتت جمهور الاهلي دايما معانا، عمره ما قصر معانا. فان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نفرح الناس اللي بتيجي دي، ونفرح الجمهور اللي ورانا في كل حته ده، ويبقى دايما كده فخور بينا يعني ان شاء الله.